اليوم تحدي كرة قدم. سعد جاهز؟ حبيبي جاي بس اليوم تحدي. ضد سيود. لا والله. أنا ضد. والمفروض أنت تقسم وياي يعني. أنا أشوفك شرط يعني. لا أنا موجود موجود أقسم. تصوير يلا أنت اختار أول. نعطيه نعطيه. A few moments later. خلصنا التقسيمة. خلصنا الحين نشوف. نشوف. تقدرون تشوفون هنا من النص لليسار هذا فريقي في كم شخص 8 أشخاص ويا الحارس وعلى اليمين سيود عنده 1 زيادة فزس أشخاص وبدينا اللعب أبو عيسى يلعب الكرة ها الاستلام نشوف الاستلام عنده الاستلام يعني يحاول الدفاع موجود ما عليه شوف ياخذ وقت حسين ويعطينا راحت الكرة هاي فاول ولا لا الحارس طاح اللي يبالكم يعاود نشوفها قريبة انا بالنسبة لي كنت احس اني نزلت عليه يعني طيحت الحارس او ما دقيت الكرة فالمفروض فاول عصب الشباب سيود راح يلعب باس اوه على ميزة لازم تنقز خبرت الحارس بس ما سمع نفس ما قال حسين يوزع الكور شوف شوف يروح الدفاع حاول هالمرة حسين علي يتقدم ويا الشباب على الميرزا سيد ما راحت بس ردوه لهم الكرة اوكي على الميرزا راح سيد علي يلعب على منو عبود هناك محمد حسين شوفوا شوف محمد حسين واو الأرضية يعطيه بالسانتي الاستلام وين الاستلام ها منو ها ردت الهجمة عليهم نعيمي رايح نشوف منو فاتح يا الميزة فتح يا هذي صار راح لعب الميزة يروح كأنه ما في مدافعين راح عادني ما تبين الحارس شلاها بس طلعت كورنر يلعب كورنر شوف نص الملعب باهيت يعني كيف ردت هجمه مرتده ان شاء الله يروح استلام ما شيء هالفريق تعبان الاستلام ما عنده لكن يعطونهم الكره والله هجمه مرتده راحت هذا من الله الله بطل اللعب الباس غلط راح شوف بعمر اعطوهم عبود راح سيد علي معاه تقدم عدى الاول يشوت باليسار طلعت رميه شوف الاستلام الاول الله الله فتح اللعب بعيسى بكل ثقه حسين شوف حوله يلعب هناك على اليمين حرام كانت باقي شويه بس توصل للمهاجم بس طافت عنها شوف الدفاع يا اخي المدافعين هني ما مخلين المهاجمين يتقدمون حسين علي ويا الميرزا ها يحاولون يقدرون ولا صارت اللعبة للنص بعيسى عنده حسين يوسف يشوف فوق شاف المهاجم يركض غلط ها ترجع للمهاجم مرة ثانية ولا لا راح الو راحت كرة ولا لا رد استنى طلعت برا يلا جولكك حسين علي شوف قدام عبود بكل سهولة يستلمها يتقدم فردان وياه فردان يتقدم نشوف شو يسوي يردها لعبود هناك فاضعة بروح ردها لفردان اخر اللعبة شوي فردان يتقدم طاب 2 شل الكرة الكورنر سهلة يشوف اللي حوله هني على اليسار واحد فاتح يرفع ايده بس ما وصلت الكرة نعيمي يروح واحد فاتح له عبود عنده استلم احد عليه فردان هناك فاضي صارت لا فكرة صح بس التطبيق غلط الحارس عنده يشوف اللعب هني محمد احمد الاستلام غلط راح بس راح عنهم شوف الباس عطير اول عطير راحت برا نشوف دور كيك مرة ثانية حسين علي روح ما حيضغط عليه يلعب مدافعين شلوه عليه
حسين وشوف اللعب شوف اللعب بس الباس غلط يعني المهاجمين من الظاهر يعني ما فتحوا العدد راح راح ضغط من الدفاع بس ما يمشي ما يمشي راح المهاجم علي عبد الله عنده تقدم ردت الكره مدافعين موجودين لعب لهم راحت ما راح مدافعين كانوا واقفين صح بعد مرة ثانية إيه. هذه المباراة كيف تجيب هجمات مرتدة من أول شيء لآخر شيء راح شوف الله الحركة عيبتني ما يخلي ما يخلي ولا يطوف دافع موجود حسين علي قالوا له جرب ها نشوف فريق الثاني لا لا قريبة قريبة كهرب بس في شو بتروح قلش قلش وصلت اوكي على الميرزة مرة ثانية وين وصلت هالفريق اللي على اليسار ما عندهم وصل على الميرزة يصير شو هذه في الفريق الثاني يلا ما وصلت ما راضي توصل للمهاجمين راح بعيسى يشوف اللي وراه الضغط عالي الضغط عالي يوترهم عبود يشلها المدافعين متوترين راحت محمد حسين برا كلها فوق كل الكرات فوق ردت علينا مرة ثانية لازم يفتحون العدل راح فاس غلط بس شو السالفة هاند هاند فاول تروح حسين علي يلعب له استنى عصب عصب قال ادري زين دقتني ادري انه اوت يتوترون ولا لا عند الحارس يشوف عدل ها يلعبها راحت لهم صح استلام موجود بس ردت ردت اللعب كانت كانت بتسلك الطاير هاي كانت يبالها على الطاير الفرق الثاني باسات كلها غلط اليوم اليسار واحد المدافعين يغطون رد لعبه باس يلا الحين لعبه ثانيه راح الباس بس من علوم من الاخر المدافعين ما مخلينهم راح سعري راح ها هاج عليهم هاج رد ما حد قادر يقطعها على ميزة عنده يروح ولا لا يروح ولا لا ها فتح له اللعب فدانا لاقي الحارس الحارس قدر يخلصها المدافع زي سمي وصلت حد حسين باليسار حاول حاول باليسار وما مشى الحارس اكو علمين اثنين فاتحين لك بسهوله بس تلعب لهم سهوله يلا ترد المهاجمه عليهم لين الحين ما هجموا من زمان استلام ما موجود الاستلام راح المهاجم عنده ياخذ وقت شوطه خفيفه شوطه خفيفه الحارس بكل سهوله ياخذها ترد ترد مره ثانيه سيد علي عنده فاتحين له ولا لا فاتحين له ولا لا يلعب على حسين علي استلام الحين موجود حركات حلوه فردان بكل سهوله سوى الاثنين راح دافع ما يخلي ترد ما في ما في ما عندهم هجمات الفريق اللي على اليسار هاي جين عليهم هاي جين فاسات يلعبون فيهم في النص هجوم بس دفاع حسين يوسف شال بعد مرة هاي ثلاث مرات ورا بعض هاي حلوة من الحارس حلوة كورنر توصل صار هاي هجمة مرتدة لازم جول راح هاي فرصتكم تصير علو يلعب باص غلط اعطاها للمهاجم المدافع قدر يعطيها للمهاجم حد حسين يحاول باليسار لعبها لعبود هناك روحه ما حد عليهم شوف النص كله حقه كانت بترجع كان الميزة
فردان روحه على آخر شيء قرر يشوت لكنها برا. حسين عاري عصبة. وعيسى يحاول يشوف البعيد. عاري موجود يلعب باس سار محمد أحمد عنده شو بيسوي؟ يحاول سيد علي ضغط عليه شو يقدر يسوي؟ لو يرفع يده هذه العطاير الثانية اللي ضايعة. الثالثة ثابتة؟ الثالثة ثابتة إن شاء الله. بنشوف متى عادة توصل. هني أباكم تشوفون اللاعبين التحاور بينهم كيف غير اللعب. سيود يقول روح لازم واحد قدام. اثنين قدمهم حتى المدافعين قدمهم قدموا نعيم الحارس والله اكو سم مسك الكره قال له سير يمين فتح اللعب كامل. حسين علي عنده وايد خيارات الحين يلعب لمن فردان موجود في النص بكل سهوله راح النعيمي عنده خيارات فردان روح على النص. الله الله يا الفردان الصراحه حرفيا فتح اللعب كامل هو من نفس حرك اللعب كله. هالكرات ما تمشي ما تمشي. فردان بعده في النص روحه يلعبها لسيد علي. سيد علي يروح موجود منه وياه عبود هني وياه يردها سيد علي الميزه اياه في النص راح ما مشت الكره. محمد احمد يبغى يحاول ما عرفنا له ردت للحارس. حارس يرد يشوتها يقدر يستلم ولا لا؟ استلمها يمر ولا لا؟ ثاني يجي يساعده رد عند الكرة لكن راحت للحارس. مهاجمين عيل ما قادرين. فكر وايد بس ما قدر. حسين وايد قدم علو توتروا المدافعين. الميزه روحه الميزه تعطيك الكرات اللي يخلصها لك ما يستوي تعطيك شيء. عصف المدافعين على بعض يحاولون من النص. حسين يوسف تقدم للنص الحين يلعب في حد وياه ما في حد وياه يحاولون يفتحوا اللعب. عيسى تقدم في حد وياه ما حد فاتح وياه توتروا باص غلط يقدر يصير. محمد احمد يسترجعها يسروح العباس. حسين وفاتحين روحه راح باليسار المدافعين موجودين تقليشه راحت عنا مشت مره ثانيه. تعودنا على هاي كلها برا كانت المدافعين كل الاحتماليات شلوها. فردان يشوف فوق يلعب نعيم يروح على فندس عدى الاول الميزه باع وياه يشيل الكرة مرة ثانية راح محمد احمد ضغط عالي فاول لا لا ما ادري كمل ماشي راح حسين وفتح يا خسارة راحت عنه ما طلعت بس راح سيد شو روح اللعب فاضي حقهم كيف شي هاي المفروض سهلة دشت ولا لا الدافعين ردوا اوكي قدر يخلصونه بس ترد كل مرة ترد للمهاجمين كيف لازم تلعبها باص صح. قدر يفتح اللعب عدل راح حسين يوسف قدر يتقدم علي عبد الله عند الكرة حركة مهمة. نعيم مبدع ما خلينا حسين علي الضغط عالي بعد سيد علي يرجع ياه ما خلينا ترد ما يخلونه محمد حسين بروحه ثلاثة بس الدفاع واحد بعيسى الباص غلط عطى المدافع لو بس فكر شيء زيادة خبر راحته. حسينو شوطة قوية محمد حسن بدع علي عبد الله حاول زين بس مو بكفايه على سبب تجي جول
فكره حلوه بس التطبيق غلط. عبود روحك احسن سيوه شرب حمود. افا اهم شيء اللعب النظيف. اهم شيء خلاص خلاص قول اقول حمود ولا ما اقولها؟ قولها. ما بحسبها ما بحسبها. في ناس عندك تتحرطم. بس صح كلامي. شو ألف ألف واحد أفا الفردة. شو قلت شو قلت ماذا؟ وضعك طبيعي تخسر وتحلل. أفا 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 يعني مو بلأن سيد علي لاعب زين يعني مقسم. أنا خسر خلاص يا ما بقسم. تحدي الجاي عليك عندك أنت مباشر السبت عشان كل موجودين. دور مكي إن شاء الله عجبكم فيديو اليوم. سووا لي سبسكرايب. وإذا حابين تشوفون فيديوهات أزيد من نفس الطريقة دقوا على هذا الفيديو. ومع السلامة.